السلام عليكم. صباح الخير. صباح الخميس. هلا والله يا اخي. المساله مو مساله سوء حظ واني ما جبت شهادات زي الرجال، واني اني تاخرت في نومتي وراحت علي الموعد او الطياره واللي او المساله ان ما ربي رزقني بولد رزقني ببنت، او ان ما جاني عيال كلش. ها فوات الشيء عليك او انك ما حصلت عليه مو سوء حظك، والله انه من زين حظك انه فاتك. حبيبي ترى الله عز وجل يقدر يعطيك المال بدون وظيفة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. نعرف ناس طفارة جاهم ورث من جدهم الخامسة مليون 15 رقم جده 15 جاه من اول ما يملك شيء، ما عنده مخ يفكر ولا عنده وظيفة يدبرها رزقها الله. ترى انا ما اتكلم عنك ما تفعل اسبابها، اتكلم عن الواحد اني قد يتحسر ان هذا شنو سوى حظي. هذا اللي اتكلم عنه، انك تضيق انك تضيق. الله عز وجل يقدر يعطيك بدون يعني بدون اسباب، يرزق بسبب ويرزق بلا سبب سبحانه وتعالى، لكن المطلوب ان نفعل الاسباب. هذا الكلام. لكن اتكلم عنك قد تتحسر يا اخي. اصحاب الكهف ناموا 309 سنوات نايمين، ايش فاتهم من لذات الحياة، ايش فاتتهم من الارزاق، ايش فاتتهم، لكن فواتهم هذا خير لهم ان فاتهم. خير الخير انهم يفوتهم هذه السنوات هذه. ليه؟ عصموا من الفتن، ثبتوا على دينهم. فليس كل شيء يفوتك او ما يكون من نصيبك تقول انا من سوء حظي، عرفت؟ تضرس عليه وتاكل تشرب معه. خلاص راح فاتك، ما هو خير لك، الله كتبك كذا، لأن الله عز وجل يختار لي اللي خير لي أنا، يختار لي اللي خير لي أنا، وإن كان هالشي أنا يضيق صدري. تصير عند الواحد مثل هالشي هذا، إنه سوء حظي هذا من حظي، ليه صار تعبان بالشيء، تعبان ودارش عنده شهايد، شهادات يعني، ثم توظف بوظيفة ما هي بنفسه يعني مستوى شهادة، أنا أتوظف أنا، أو مثلاً واحدة حملت يوم الشهر التاسع تقدمت شوي وتسقط ضيح الفرخ او ماتوا في الحضانه وكذا. يا تعبتون للي يا الله. عاد شلون ما اقول لك ما تحزن، ما اقول لك، بس انا اتكلم عن قضيه لو اني انا حافظت، لو اني انا ما درست اكثر، لو اني قدمت شهاده اكثر، هذيك يقول لوني ما طامرت كان ما سقطت. مكتوب ان الطامرين والطعين على بطنك وتسقطين. تعرفين قصة الخضر اليوم قتل الغلام خشينا يرهق مطغيان أو كفران، خيلة نش نقزين وطهين على بطنش ينفقش. الحمد لله قدر الله شاء. شوف طبيعي أنك يعني اللي صار لك مثل هالمواقف هذه، فاتك شيء، فاتك مطلوب، راح أنك محبوب، تحزن طبيعي. أنا ما أتكلم عن الحزن، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن القلب لا يحزن وإن عينه تدمع ولا نقول ما يرضي الله عز وجل. أنا أتكلم عن الرضا، انك ما تتسخط. انا فاتني كذا، لو هذا كله من قرادتي، كله من وجه النكب، من سوء الحظ، من قدر الله ما شاء فعل. ابت خلي الدميع تطيح وتتسخط. انا اللي نقزت، انا اللي طمرت، انا اللي من انا اللي ما سويت، قدر الله ما شاء فعل. احزن تبت، لكن الرضا ما ينافي هذا الشيء، عرفت؟ أنا بقول شيء بس إنه جاني واحد يقول غسل السيارة ولخمني نساني يا شيخ. ترى الموضوع عليه كثر، كثرة الخفاريج تدري شلون تصيد أوله من آخره. لكن أنتم فهمتوا اللي أنا أقصد، هو ده هو بالضبط.